الجزء الثاني من قصة الإبهامي الصغير. بعد أن أطعمته المرأة العجوز رافقتهم نحو مخبأ، أثارت انتباه الإبهامي الصغير غرفة بجانب المخبأ، حيث ترقد سبعة فتيات فوق سرير، وكل واحدة تحمل تاجا على رأسها. إنهن فتيات الغول. أخذ الإبهامي التيجان من الفتيات ووضعها على رؤوس إخوته ورأسه، ثم نام. ولما دخل الغول في منتصف الليل أحس بوجود أطفال في منزله، فدخل إلى غرفته في الظلام وأكل الأطفال السبعة الذين لا يحملون تيجان على رؤوسهم، ثم نام. وفي الصباح اكتشف الغول أنه أكل بناته، فأصابه الغضب الشديد. أخذت المرأة العجوز ترتعش من الخوف، فحكت له كل ما وقع ليلة الأمس، وأن الأطفال السبعة فروا باكرا من المنزل. صرخ الغول: سألحق بهم بواسطة ردائي السحري الذي يصلح للأماكن السبعة وسآكلهم. بحث الغول عن الأطفال في كل مكان داخل الغابة، وكان يخطو خطوات كبيرة ويقلب الأشجار بحذائه السحري دون العثور عليه. وبعد ساعات طوال من البحث تعب الغول جدا، ثم نام تحت شجرة. الإبهامي الصغير الذي كان يراقبه اغتنم فرصة نومه العميق ليزيل حذاءه السحري بهدوء. وبمجرد أن وضع الحذاء أصبح صغيرا وأخذ حجما على مقاس رجليه. استعمل الإبهامي الصغير حذاء الأماكن السبعة للوصول عند الملك الذي وعد بمكافأة من سيحمل له أخبارا حول الغول. اقتاد الإبهامي الصغير جنود الملك إلى المكان الذي ينام فيه الغول، فحاصروه وقتلوه. فكافأ الملك الإبهامي الصغير وأعطاه كثيرا من الأكياس مملوءة بالمال. عاد الأطفال فرحين إلى المنزل وقبلوا أبويهم الذين بكوا من الفرح. وبفضل ذكاء الإبهامي الصغير عاش الخطاب وعائلته في رخاء وسعادة. وإلى أن نلتقي في قصة أخرى.